الخامس والعشرون من فبراير اليوم الوطني الذي تحتفل فيه دولة الكويت بذكرى استقلالها 61. وقد تحقق على أرضها الطيبة العديد من الإنجازات والمكتسبات على كافة الأصعدة والمستويات المحلية والإقليمية والدولية، فهو اليوم الخالد في ذاكرة الكويتيين. التنمية الشاملة عمت كافة مناحي الحياة، فمنذ عام 1961 شقت الكويت طريقها نحو آفاق التقدم والازدهار، فتواصل العمل وتضافرت الجهود وذللت الصعاب، فكانت الكويت من الدول الرائدة التي ركزت على التعليم حتى أصبحت مكانا يؤمه طلبة العلم ومقصدا للعلماء والمفكرين. أما الرعاية الصحية فعملت الحكومة الكويتية منذ بزوغ نهضتها في ستينيات القرن الماضي على دعم المؤسسات الصحية لكي ينعم المواطن الكويتي بحياة آمنة وكريمة. وفي جوانب الجهود الإنسانية امتدت اليد الكويتية إلى مختلف أقطار العالم، انطلاقا من دورها البارز في منظمة الأمم المتحدة للإسهام في دعم جهود الإغاثة الإنسانية للاجئين والمنكوبين ومن تقطعت بهم السبل. واحد وستون عاما سطرتها السياسة الكويتية بأحرف من ذهب في سجل التاريخ، فبالمحبة والاحترام والسلام يبادل العالم الكويت كما هي تبادله. وبمكانتها المرموقة بين الدول لعبت الدبلوماسية الكويتية أدوارا مهمة في حل العديد من القضايا في المنطقة والعالم، فهي قبلة للسلام ومحطة للوئام. وفيما تربط الكويت علاقات وطيدة ووثيقة مع العديد من الدول، تعد علاقتها مع سلطنة عمان نموذجا للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من رؤية تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهما. فعلى المستوى الاقتصادي ارتبط البلدان باستثمارات قاربت النصف مليار دولار وسط تطلعات من الجانبين نحو تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. ومن بين المشاريع العمانية الكويتية الاستثمار في الصناعة النفطية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمتمثلة في مصفاة الدقم والمشاريع المرتبطة بالمصفاة كتخزين النفط في رأس مركز، إضافة إلى استثمارات عقارية وسياحية متعددة.